كنعرفوا هي السوسه، كنعرفوها وكندويو عليها من الصغر. اذا باش نحميو سيناتنا من التسوس غادي خصنا بعدا نتجنبوا الفرط في اكل السكريات، لان كنعرفوا هذه السكريات هي اللي كتنتج عليها الاحماض، وهاد الاحماض هي اللي كتشكلها الثقب، والثقب هو بمعنى التسوس. ما نساوش بانه حتى حنا في حاجه للتغذيه، يعني خصها تكون شامله، تكون اكيليبري، يعني فيها الالياف، فيها البروتينات، الفيتامينات، لانه حتى الاسنان كيخصهم يتغذوا مزيان. ايضا كيخصنا نضفوا الاسنان ديالنا بعد كل وجبه، وخصوصا قبل النوم. وهذا الشيء كيخصنا نعودوا عليه ايضا الاطفال ديالنا، باش ملي كيكبروا في هذا النمط هذا كيمكن لنا ننزلوا من الحده ديال الاصابه بالتسوس.